تشكر المؤسسات الخدمية التي تعمل على تأهيل هذه الطرق الخارجية من عدم التزام العديد من سواق المركبات ما يتسبب بخسائر تذهب بأرواح العشرات. الطريق الدولي اللي هو طريق بغداد بابل طريق السريع، إجراءاتنا واضحة. إذا تنتقل إلى محل مكان موقع العمل، هاي شركة تركية اتخذت مع الطرق والجسور تعبيد هذا الطريق باتجاه بابل مسافة 50 كيلومتر. لاحظ أنها حوادث مؤسفة أودت بحياة كثير من المواطنين بسبب عدم التزام السواق بالعلامات التحذيرية ومخالفتهم للقطع ودخول داخل منطقة القطع، مما أربك العمل. بالليل دائما يكون الطريق خارجي كونه ويجون تعبانين السواق، واكو بيهم أكثر الحالات اللي تصير هنا هي السيارات البيكمات رأسا يجي عبر الشارع. وتؤكد الشركات المنفذة لهذه المشاريع أنها تحرص على توفير كافة الإشارات التحذيرية والأسجة الشبكية مع وجود دوريات لمديريات المرور العامة. احنا موفرين كل اللوحات وكل الإجراءات اللي صارت وفق أعلى المواصفات وأعلى المعايير، لكن للأسف يعني اللي قاعد نلاحظه أنه بعض الأخوة المواطنين أبدا ما يلتزمون بسرعة محددة، مما يسبب يعني حوادث كثيرة. السريع الدولي المفروض تمشي به من 100 إلى 120، ده يمشون 160 و180، يعني معظمهم ده يمشي سرعة جنونية. شوارع ستبدو بحلة جديدة تربط 9 محافظات جنوبية ببغداد، تتوقف وتيرة سرعة العمل بها على اختزال روتين الاستثمار واستجابة سواق المركبات بالتقليل من السرعة المخيفة، لا سيما خلال ساعات الليل. حالة الارتياح التي تنتاب غالبية مستخدمي هذا الطريق وهم يرون عمليات التأهيل والإكساء سرعان ما تنغصها سرعة البعض الجنونية والتي يذهب ضحيتها عشرات الأبرياء. من طريق بغداد الجنوبي، منشد الأسدي، العراقية الإخبارية.